يعني أنا عارف التواضع سمة من سماتك بس عن جد خذ بقى التواضع اسمعها التواضع بقى. أنا كنت بالدراسة كارثة الكوارث يا رجل كارثة الكوارث والله بحكي جد لا شو دراسة يا رجل أنا كنت كل يوم الصبح أفطر خمس عصي على هالإيد وخمس عصي على هالإيد غير العصي اللي أكله على جنابي يعني كنت شقي كنت تستخدم جسمك وطولك وعرضك ها؟ ما كان في عرضي كان في طولي بس كان في طولي وكنت نحيف ومثل شو بدي اقول لك مثل العصاية يعني عرفت كيف يعني من خار وجوزة حلق هيك طالعين نتوئين ونحيف هيك ووش هيك يعني ما كان في عرض ابدا بس كنت اكل والله اكل ضرب كله اكل ضرب منيح بالمدرسة. على فكره ناظر المدرسه كان يعني كثير منيح عندكم في المدرسه كنت اسمع ناظر المدرسه تبعنا كان كارثه الكوارث ليه والله لانه هو على فكره هذا الموجه نحن بنسميه موجه مدرستنا هو كان من نفس صف والدي طيب وكان اكثر ولد مشاغب ومشكلجي في المدرسه كلها نفسه هو اللي صار موجه المدرسة على دورنا فالمشكلة فين؟ إنه ما حدا فينا بيقدر يعمل شيء لأنه فاهم كل الحركات لأنه فاهم كل الحركات مرة قدرنا نهرب هربنا من المدرسة ورجعنا وما عاد حس علينا رحنا حصتين ورجعنا فهو في حدا وصل له خبر فقام إجا جمعنا وطلع هيك ومثل دور خطير والله عمل مشهد تمثيلي فظيع قال يا جماعة أنا مثلكم كنت بيوم من الأيام بالمدرسة كنت طالب وأنا مثلكم كنت مشاغب بس أنا كنت رجل أنا كنت لما أعمل شيء أعترف فيه شو يعني إذا واحد بكل جرأة وبكل شجاعة طلع واعترف وقال أنا هربت شو بدنا نقص له راسه نحن بس ساعتها أنا بحترمه قام تدبت فينا النخوة يا حبيبي واللي هربوا كنا أربعة قلنا له أستاذ معك حق هيك بكل فخر وإباء نحن هربنا ونحن بنعترف قال هربتوا شنح هالقشاط ونزل فينا ومن بعد وينك ولا عاد سجلنا اعتراف بحياتنا استاذ الرياضيات يعني وصفك بالنابغة لأنه فت التحدي معه يعني أنا كنت أكسل حدا بالرياضيات وتمسخر علي ضحك علي الفصل كله فقمت أنا وقفت قدام الطلاب مرة قلت له باقي على الامتحان النهائي شهر وأنا بتحداك أنا ما رح أقول لك بجيب علامة تامة أنا شخص يعني على الأقل رح أجيب 80% قال لي والله إذا بتجيب 80% أنا بدي وقف وأعتذر لك قدام الصف كله حلو ما عدت شفت حدا انعزلت عن العالم درست 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 وقدمت فحص وجبت 90 بالفحص 90؟ وقف واعتذر مني قدام كل الطلاب ما شاء الله عليك من الرياضيات ومبين أنك أنت نابغة ننتقل إلى اللغة العربية نعم أبغى أعرب جملة تفوق باسل على باسم تفوق مين؟ تفوق فعل ماضي باسل تفوق باسم باسل باسل باسل, باسل اسم نكرة على باسم باسم اسم غير نكرة على الإطلاق علم ها؟ علم اسم علم الله يا سيدي شو بدك الله الله, الله يا باسم الله يا باسم يا يخور